خلونا نبدأ بأول تقرير معانا، وتقرير عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، ونرجع نتكلم مع حضراتكم مرة أخرى. المارد الأحمر يواصل تحضيراته دون راحة لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة الجديدة الدوري الإفريقي في العاصمة التنزانية دار السلام يوم الجمعة المقبل. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقد جلسات مع جهازه المعاون واللاعبين قبل انطلاق الميران للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالتدريبات والتجهيزات خلال الفترة الحالية، ومن ثم عقد المدرب جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها معهم عن أهمية المرحلة الحالية، مطالبا الجميع بالتركيز في التدريبات خاصة بعد الحصول على فترة الراحة، وشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بالمواجهة المقبلة في ضوء تجهيز الجميع بالشكل المناسب بعد انضمام لاعبين الدوليين إلى التدريبات وانضمام عدد من المصابين إلى التدريبات أيضا، وذلك من أجل استمرار العروض القوية بمختلف البطولات. خضع اللاعبون لقياسات الوزن قبل انطلاق التدريبات، ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا عصر يوم غد الأربعاء، يترأسها طارق أنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.